ضمن الفعاليات المؤيدة لحق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية، تنتظم هذه المظاهرة في منطقة إيلينغ هول غربي لندن، حيث تجمع هؤلاء منذ ساعات من أجل المطالبة بوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ومن أجل الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. هكذا تتحدث الشعارات التي نراها هنا، وهكذا يجمع كل من التقيناهم هنا. لدينا الآن إحدى السيدات التي تشاركنا في هذه المظاهرة. ما هي رسالتكم اليوم؟ بكفي عاد، بكفي. عم نشوف كتير قتل، وامتى فينا نبطل نذبح ونقتل؟ لامتى بنشبع؟ 40,000 شهيد فلسطين بغزة. نحن اليوم موجودين هون متحدين مع أخواتنا وأهلنا بفلسطين، لابسين أسود لمفرجين حزننا، فوق إنهم حتى ما عندهم وقت يقبروا شهدائهم. هذا نموذج من بعض النماذج التي حضرت إلى هنا. هناك في الحقيقة تنوع في الأعمار وكذلك تنوع في الحضور، يعكس هذا التوجه لدى معظم البريطانيين من أجل تأييد القضية الفلسطينية، حيث يؤكدون بما لا يدع مجالا للشك بأن هذه القضية لم تعد قضية لأي عرق أو دين، هي في النهاية قضية إنسانية، حيث تتجدد الدعوات لوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. عبد الله السيدية، العربي، لندن.